ومن الأدلة على أن النفوس جبلت على حب الوطن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتاه الوحي وذهبت به خديجة إلى ورقة قال أو مخرجية هم؟ قال السهيلي هذا يؤكد شدة مفارقة الوطن فإن هذا يشق على النفس فإنه لما سمع قول ورقة إنهم سيؤذونك ويكذبونك لم يظهر منه انزعاج لكن لما ذكر الإخراج تحركت نفسه لذلك الحب لهذا الوطن الذي ألفه ولذلك قال أو مخرجيهم مما يؤكد ذلك كما قال أنه أتى بالواو بعد ألف الاستفهام وقد قال ابن حجر رحمه الله قال يمكن أن يكون الانزعاج أيضا من أنه استغرب من عدم إيمان قومه به ويحتمل أن ينطبق على الأمرين.